بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنستكمل معنا مساق Practical Clinical Chemistry 1، وهنبتدي في أول موضوع من موضوعاتنا بعد موضوع الـ Fasting Blood Sugar أو الجلوكوز Determination of Glucose in Blood. هنبتدي بالموضوع الثاني واللي هو Oral Glucose Tolerance Test أو الـ OGTT. طبعاً الهدف من الموضوع اليوم إنه نعمل Estimation للجلوكوز Tolerance. إيش المقصود بالجلوكوز Tolerance أو تعريف الجلوكوز Tolerance، أو بمعنى تاني مقدرة الجلوكوز Tolerance أو تحمل السكر. تحمل السكر هو بيعني لي مقدرة الجسم على إنه يتحمل كمية من السكر بحيث إنه يفضل بالنورمال رينج، يفضل البلد جلوكوز في النورمال رينج، بمعنى إنه جلوكوز توليرانس هو مقدرة the capacity of الجسم على إنه يتحمل الزيادة من السكر في من السكر. طبعاً النورمال جلوكوز ليفل لازم يتمه كونستانت، زي ما حكينا إنه إذا كان الشخص فاستنج لازم يكون من 70 ل 120 أو 110 ميلي جرام لكل ديسيلتر، وحتى لو كان الشخص ناكل أو ما ياخد وجبة غذائية بعد ساعتين لازم يرجع للنورمال رينج، يعني كأنه صايم، بمعنى إنه الجسم قد ما أخذ من كمية السكر إذا كان في عنده نورمال أو ما عندوش أي مشكلة في عملية الميتابوليزم للجلوكوز، في النهاية لازم خلال 2 hours يرجع للنورمال. فإحنا عشان نميز ما بين الشخص هل هو ديابيتس ولا برايمري ديابيتس أو بنسميه بري ديابيتس، لازم نستخدم اللي هو الفحص الجلوكوز تولرانس تيست أو الأورال جلوكوز تولرانس تيست. بس خلينا ناخد تعريف الأورال جلوكوز تولرانس تيست أو الأبريفيشن للأورال جلوكوز تولرانس تيست. أورال بمعنى فموي، جلوكوز اللي هو السكر أو الجلوكوز، تولرانس تحمل، تيست اللي هو الفحص، فحص مدى مقدرة الجسم على إنه يتحمل السكر. وهنا ليش سميناه أورال؟ لأنه هنا بنعطيه سكر أو الجلوكوز عن طريق الأورال. طبعا في الستاندرد دوس للأورال، في ستاندرد بتعتمد على اللي هو وزن الجسم للشخص، يعني مش كل الأشخاص بنعطيهم نفس كمية الجلوكوز، لازم يكون في وزن بيعتمد عليه. طبعا لما يصير هذا الجسم بيصير له absorption طبيعي، بياخذ كمية السكر بيعمل جزء منها بيصير absorption وبعدين بيصير metabolism وبيبدأ يدخل للخلايا هذا الشكل بشكل طبيعي وبشكل normal، وبرجع لوضعه الطبيعي خلال ساعتين في البلاد. ولكن إذا في بعض الحالات لقينا في عنده مشكلة في عملية الميتابوليزم، إنه الجسم صار له أخذ الجلوكوز عمل له absorption وصل للبلد، لكن عندما وصل للبلد ما قدرش يدخله على الخلايا، بمعنى إنه الخلايا ما عملتلوش ميتابوليزم أو ما استهلكتوش أو ما دخلش على الخلايا، يبقى في عنده خلل في عملية الميتابوليزم، وبالتالي هذا الشخص بيطلق عليه إنه في عنده جلوكوز انتوليرانس. إيش يعني جلوكوز انتوليرانس؟ يعني جسمه ملوش مقدرة على إنه يتحمل زيادة من السكر. لكن على النقيض في شخص تاني أعطناه نفس كمية السكر لأنه إله نفس الوزن، بعد ساعتين لقيناه رجع للنورمال رينج. ليش؟ لأنه الجسم عمل له absorption وبعد هيك عمل ميتابوليزم ودخله على الخلايا والخلايا استهلكت وعاود أخذ كمية السكر، وبالتالي الأمور مشت عنده بشكل طبيعي
في عملية الميتابوليزم، لكن الشخص الآخر ما قدر يتحمل الزيادة من السكر، وبالتالي فضل كمية الجلوكوز عالية في البلد، وبالتالي هذا بنسميه جلوكوز انتولرانس، ما بتحمل الزيادة من السكر. وهذا بيستخدموه في عملية الدياجنوسيز، يعني الأورال جلوكوز تولرانس تيست بنستخدمه عشان نعمل دياجنوسيز للجلوكوز ميتابوليزم، إنه في عنده خلل. إذا كان عنده خلل في عملية الميتابوليزم، إحنا كيف بدنا نعرف إنه ما بيقدر يتحمل الزيادة من السكر، وبالتالي هذا الشخص هو عنده impaired في الميتابوليزم اوف جلوكوز، يعني الشخص هذا ديابيتس ميليتس. طبعا الاورال جلوكوز تولرانس تيست بيستخدم كستاندرد في عمليات الدياجنوسيس للديابيتس ميليتس بشكل روتينلي، يعني يعتبر من الفحوصات المهمه عشان انا اقول والله هذا ديابيتس ميليتس. لازم يعني مين الناس المستهدفين في الاورال جلوكوز تولرانس تيست، مين لمين اعمله؟ اول شيء عمليه الدياجنوسيس زي ما حكينا، دياجنوسيس اوف ديابيتس ميليتس. الشخص الثاني الستات البريجنانسي، الاشخاص اللي عندهم اوفر ويت، الناس يعني اشخاص عندهم زياده في الوزن كتير، هدول الأشخاص لازم ينعمل لهم. ليش؟ لأنه زيادة الوزن هذا عرضة إنه يكون ديابيتس ميليتس، وخصوصا بنسميهم الناس اللي عندهم زيادة الوزن بتكون في منطقة الحوض، يعني منطقة الوسط هي الأكثر أوبيس أو فيها كمية دهون كتيرة، هدول الناس أكثر عرضة إنهم يكونوا ناس ديابيتس. فعشان هيك لازم هدول الأشخاص ينعمل لهم هذا الفحص. زي ما حكينا الناس اللي كمان من ضمن الأشخاص اللي لازم ينعمل لهم هذا الفحص اللي هم الستات الحوامل، وخصوصا إذا كانت حامل فوق 25 سنة، يعني فوق 25 سنة أو 30، من 25 إلى 30 العمر، أو الستات اللي فوق 30. وحاليا في الوحدات الصحية تقريبا اللي فوق ال 25 لازم يعملوا لهم الاورال جلوكوز تولرانس تيست. ليش؟ لانه خوف انها تتعرض ل اللي هو الجاستيشنال دايابيتس او السكر الحمل. فبدي اشوف كيف الميتابوليزم لإلها للسكر ومقدره جسمها على انه يتحمل السكر. يبقى هدول الاشخاص هم اللي لازم نعطيهم او ينعمل لهم مستوى أو ينعمل لهم فحص الأورال جلوكوز تولرانس تيست. طيب كمان من ضمن الناس اللي بنعمل لهم هذا الفحص اللي هم الناس البوردر لاين. إيش البوردر لاين؟ يعني شخص جيت عنده هو ما تشخص ديابيتس وأول مرة يعمل فحص السكر، وجيت عملت له فاستنج بلاد شوغر لقيته عالي، مستوى أعلى من 110، وإحنا قلنا 110 من 70 ل 110 هذا نورمال، لكن جيت لقيته 110 112 115، هل أقول له ديابيتس؟ لا ما بقدر، لأنه إحنا لعند 120، لكن 110 ما بقدر أقول له لا، يمكن عندك مشكلة أنت، طب يمكن هو سكر. يبقى ما بنفع أقدر، ما بقدر أقول له أنت مش ديابيتس، ولا بقدر أقول له أنت ديابيتس. من 110 ل 125 هدول بسميهم البوردر لاين. ايش بوردر لاين؟ يعني على الحدود، يعني لا بقدر اجزم انه ما عنده سكر، ولا بقدر اجزم انه ما عندهش سكر. طب ايش الحل؟ هذا الشخص لازم ينعمل له اورال جلوكوز تولرانس تيست عشان اتاكد انه الميتابوليزم عنده تمام. فاذا الميتابوليزم عنده مش تمام، بقول له خد بالك انه لازم الدايت تبعك يكون كويس، لازم تقلل من الكربوهيدرات، انت جسمك بطل يتحمل كميه كربوهيدرات عاليه، فبالتالي هو بياخد باله لازم تعمل اكسرسايز، تنتظم في وجباتك الغذائيه، تقلل من النشويات، تقلل من الكربوهيدرات، تقلل من الدهون، وبالتالي هو هنا ما بيقلل فرصه انه يتعرض لانه يصير ديابيتس. طبعا وهذول الاشخاص كمان ممكن ينعمل للستات بعد الولاده اللي ممكن عانوا من الجاستيشنال برضو ديابيتس ميليتس. تمام، يبقى هدول الاشخاص هم اللي بنعمل لهم فحص الاورال جلوكوز تولرانس تيست. طيب عرفنا ايش هو الفحص، ليش بنعمل، ولمين بنعمل.
طيب هل في استعدادات للمريض قبل ما يجي اعمل له فحص الاورال جلوكوز تولرانس تيست؟ قبل ما اعرف ايش هو الفحص وكيف بنعمل، بدي اشوف هل له استعدادات هذا الشخص يعملها قبل ما يجي المريض على المستشفى او على العياده او على المختبر تبعي. في شغلات لازم ياخذ منها باله منها. اول شيء ما يكونش سموكينج، يعني ما يدخنش خلال 8 ساعات قبل ما يجيني، ما يكونش مدخن، ما يكونش عامل اكسرسايز زياده قبل الفحص. الكحول، ما يكونش شارب مواد كحوليه. بعض انواع الميديكيشن الدراج ما يكونش ماخذها، تمام. فهي بعض انواع الدراج اللي ممكن ينمنع منها. الشغله الثانيه، لازم الفحص ينعمل طبعا في بدايه اليوم، يعني في الصبح، لانه باخذ وقت طويل عشان يعني ما اجيش اقول له تعالي اعمل لك الاورال جلوكوز تولرانس تيست الساعه 8 المساء. ليش؟ لاني حتمني للساعه 12 وانا اسحب له عينات دم، فلازم يكون مورنينج عشان عينات الدم، تمام. كيف بدي اسحب العينه او كيف اتعامل مع المريض؟ طبعا اول شيء لازم يصل المريض، يصلني صايم، وهي اول ما يصل صايم، يعني اقول له تعالي من 8 لل 8، 8 صباحا تعالي وتكون صايم من 8 مساء. ولازم اخذ مع من الساعه 8 اخذ عينه دم وهو فاستنج، وهو صايم سحبنا عينه، تمام. بعد هيك اروح اديله اللي هو الجلوكوز او الدكستروز. هذا الجلوكوز اللي بعطيه 75 جرام من السكر، ما جيش بعد هيك، ما جيش انا كل ما يزيد الوزن أزود السكر. يعني لو أجاني، إحنا قلنا من ضمن الحالات اللي أنا بعطيها السكر إنه كان أوفر ويت، إذا كان وزنه كتير كبير، يعني أجاني واحد 150 كيلو قديش بدي يعني كوس، تمام. يعني الكمية ما تزيدش عن 75 جرام لكل الماكسيمم دوز. ياخذوا في وقت شورت، يعني 5 دقائق يكون شاربه، ما يقعد شربها على جرعه واحده. من الحين بدي احسب وقت. طبعا بعد هيك بناخذ عينه سكر بعد 30 دقيقه، بعد 60 دقيقه، يعني بعد ساعه، نص ساعه، ساعه، ساعه ونص، ساعتين، ساعتين ونص، وثلاث ساعات. كل فترة طبعا خلال الفترة هذه بقول للمريض انه ينتظر بدون ما يعمل اكسرسايز، بدون ما يشرب اي منبهات، بدون ما ياكل اي اشي في سكريات. طبعا يشرب مية ممكن، لكن غير هيك ممنوع ياخذ عصائر، ممنوع ياخذ اي اشي من هاي المشروبات اللي بتحتوي على سكر، لان بدي اشوف كيف السكر اللي انا اديته اياه كيف الجسم يتعامل معاه، تمام. طبعا بسحب عينات الدم. طيب الحين صار في عندي عينة دم الأولى اللي هي فاستنج، وصار في عندي 5 عينات اللي أنا سحبتهم اللي هي بعد نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات، يبقى 5 و1 هي 6 عينات. طيب وكل عينة بينهم نص ساعة. طيب كيف أنا بدي أشتغل الفحص؟ أنا في مختبر، أنا هل أستنى العينات لما تخلص كلها وأشتغلهم كلهم؟ طيب إذا عملت هيك، طب ما أنا في كل نص ساعة الخلايا قلنا بتستهلك السكر اللي بالسيرم، وبالتالي مستوى السكر حيتغير. طب إيش الحل؟ طب بنفع أنا كل واحدة أشتغلها لحالها؟ بدي أشتغل كل واحدة لحال. طيب هيك عندي 6 عينات، وكل عينة بدها بلانك وستاندرد وتيست، 6 × 3 18 انبوبة، يعني كل شخص بده استهلك له 18 مل من الريجنت عشان اشتغل له الفحص. هيك كتير اكسبنسيف حيكون علي او على المختبر اللي بده اشتغله. طيب ايش الحل هنا؟ انا كل عينة بتصلني او باخدها بفصل السيرم عن الاربيسيز،
وبالتالي باخذ السيرم لحال وبفصله عن الاربسيز، كل عينه بفصل السيرم، وبالتالي انا هيك بضمن انه العينه تبعتي مش حتتغير. هي اول نقطه. صار عندي كم عينه؟ 6 عينات. يبقى انا كل عينه باخذها بس بفصلها وبشتغلهاش. بعد هيك الست عينات هذول يبقى بدي 6 مل من الرايجنت، كل انبوبه فيها 1 مل من الرايجنت، وبس بلانك واحد للكل وستاندرد واحد للكل. يبقى كل شخص بيحتاج مني كم انبوبه؟ 6، وبلانك وستاندرد 8 انابيب. يبقى هيك انا وفرت في الرايجنت، بدل ما استخدم 18 انبوبه استخدمت 8 انابيب. بشتغل بلانك وستاندرد والتست 1 وتست 2 وتست 3 وتست 4 وتست 5 وتست 6، وهدول انا عارفه انه تست 1 كانت العينه فاستنج، 2 كانت بعد نص ساعه، تمام. يبقى هيك انا اشتغلت العينات تبعتي نتيجتهم صح معايا، واشتغلتهم في الوقت المناسب، وبالتالي انا اديت النتيجه تبعتي صح. طيب بعد ما انا اشتغلت العينات كيف بدي أفسر النتيجة تبعتي؟ كيف بدي أفسر النتائج تبعتي؟